كتب أحد المربين يقول: غسلت الجمعة الماضية والد صديق لي رحمه الله، رأيت أبناءه يقبلون قدميه ويمسحون بها وجوههم، قلت في نفسي: ما أحسن هذا لو كان في حياة الوالدين. لم يزل يبكي أحدهم بكاء مرا، يقول لي: خرج أبي من الدنيا ولم يشبع من أكلة كان يحبها كثيرا وما كان يطلبها. أنا لم أكن بخيلا عليه أبدا، لكنني كنت مشغولا بشؤوني الحياتية. حدث أحدهم أنه دخل على أمه في ليلة باردة فقالت له وهي نائمة: الحمد لله أنك أتيت يا بني، أنا بردانة من أول نومي وليس لي قوة تعينني على شد الغطاء على جسمي. فبكى بكاء شديدا. احفظ والديك بلطفك وعطفك قبل أن تفارقهما. كتب يقول: كثيرا ما أذهب لتعزية صديق بوالده أو والدته في دار المتوفى نفسه، فأستغرب من رؤية حال البيت، فالدهان قديم جدا والفرش عتيق، وقد تجد بعض زجاج النوافذ مكسورا، وبلاط الأرضيات بحالة سيئة، رغم أن البيت قد يكون في أحد أحياء المدينة الراقية. ولكن كبر الوالدين بالسن وبعد الأولاد عنهم وعدم اهتمامهم بهم يفعل بهم العجائب. فعندما يوسع الله عليك، اشتري لوالدتك فراشا جديدا جميلا تريح جنبها الكريم عليه، صلح لها الحمام والمطبخ وحدثهما، واطلي لها جدران بيتها أيضا، تعهد ملابسها البيتية والخارجية وحذاءها الشريف، راقب سجادتها وأصلح خزانتها وسريرها، ولو بسط لك ربنا في رزقك أكثر اجبر خاطرها بقطعة ذهبية مناسبة، وأتحف والدك الجليل بنظارة جديدة، واشتري له كل فترة أشياء يحبها، وركز على الأمور التي قد يخجل من أن يطلبها. أما دواؤه فأولى من الماء الذي تشرب. إياك أن تتصور أنهم شبعوا من الحياة وأكلوا كل شيء وشربوا كل شيء، وأنك وأولادك أولى بالحياة منهم، بل هم أولى بكل جميل وجديد في الحياة، بل هم الحياة. وإذا أردت أن تتأكد فاسأل الذين فقدوهم. لقد قال أحدهم: فقدت أنسي بالحياة عندما فقدت أمي. اللهم اجز عنا آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء، وسامحنا عندما قصرنا معهم، وسامحنا عندما أسأنا الأدب معهم، وسامحنا عندما قصرنا في البر معهم. اللهم اجعلنا أولادا بررة، اللهم اجعلنا جميعا بررة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم واجمعنا مع الأبرار المرضيين في الدنيا والآخرة. نعوذ بك أن يعق واحد منا والديه، نعوذ بك أن نكون من أهل العقوق، نعوذ بك أن نتصرف تصرفات أهل العقوق، نعوذ بك أن نسلك مسالك أهل العقوق. اللهم وسامحنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان له أب قاس أو أم قاسية فلين لأبيه وأمه قلبه. اللهم لين قلوب آبائنا وأمهاتنا علينا. اللهم نور قلوب آبائنا وأمهاتنا، وأصلح قلوب آبائنا وأمهاتنا، وجمل قلوب آبائنا وأمهاتنا،
وأمهاتنا، وكمل قلوب آبائنا وأمهاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم أمهاتنا كما ربتنا صغارا، اللهم ارحمها عندما أحسنت إلينا ونحن أطفالا صغارا، اللهم ارحمها عندما قامت من الليل ونحن نيام، اللهم ارحم آباءنا عندما أنفقوا علينا من غير من ومن غير تقتير، اللهم اجزي آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء، وكافئهم بمكافآت من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا نعجز أن نكافئ آباءنا وأمهاتنا، فتولى أنت مكافأتهم علينا يا كريم يا كريم يا كريم. أسعد آباءنا وأمهاتنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا قرة عين لآبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك لكل من حضر من الأبناء أو استمع أن تجعله قرة عين لأبيه وأمه في الدنيا وفي الآخرة، وأن تجعلنا جميعا قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.